والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلى مراسلة 24 نيوز من إسطنبول أبو بكر إبراهيم أوغلو. أهلا بك أبو بكر. معنا أبو بكر، كيف تقرأ هذه استطلاعات الرأي وهذا التقدم لمنافس أردوغان على حسابه؟ نعم أبو بكر، هل تسمع؟ نعم أسمعك. استطلاعات الرأي هنا متباينة ما بين مراكز وأخرى، فربما هي لكن في الغالب هي متقاربة. نتحدث عن نسبة 50-1. هناك اقتراب كبير جدا ما بين في المنافسة ما بين أردوغان وكليتشدار أوغلو، يعتبر هما المتنافسين الأكثر يعني الأكثر تصويتا. ربما نتجه إلى الإعادة بينهما، لكن حتى الآن هناك معارك حربية كلامية بين كلا الطرفين. يتهم أردوغان منافسه كليتشدار أوغلو بأنه مقارب للحزب الإرهابي البيكاكا وحزب العمال الكردستاني، بينما نعم وهو يتبرأ. أمس كان هناك حديث مهم لكمال كليتشدار أوغلو، قال فيه أنه إذا كان هناك صفقة مع حزب العمال الكردستاني أو لقاء سياسي معه فإنه سوف يكون أول من يعلن عن ذلك، وأنه لا يقوم بشيء إلا بمعاودة الطاولة السداسية المتكونة من 6 أحزاب المعارضة، وأن ما يقال في هذا الحديث هو عاري عن الصحة تماما. يركز كليتشدار أوغلو في برنامجه على الشؤون الداخلية للمواطن التركي، يركز أردوغان على النجاحات الخاصة بالفضاء والدفاع والتكنولوجيا. في ظل يعني كل التركيز الذي تتحدث عنه لكليتشدار أوغلو على الوضع الداخلي، ما حظوظه يعني ما حظوظ نجاحه في الانتخابات المقبلة وتفوقها على أردوغان؟ هو يعتبر كليتشدار أوغلو ليس المنافس القوي الذي يواجه أردوغان، ولكن هناك العديد من المعارضين لأردوغان يريدون أن يستبدلوه بأي شخص آخر. لذلك نجد لورين هناك دلالات حتى من الدعاية الانتخابية، حيث نجد أن أردوغان يقف وحده في كافة الإعلانات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، بينما نجد الصورة لمرشح كليتشدار أوغلو وخلفه اثنان وهما إمام أوغلو عمدة أو رئيس بلدية إسطنبول، ومنصور يافاش عمدة رئيس بلدية أنقرة. وبالتالي هؤلاء عنصران من الشباب، أو ربما إمام أوغلو هو من الشباب ومنصور أيضا له شعبية في أنقرة، كأنما هي رسالة بأن هذا هو المرشح وسوف يكون له نائبان، وإذا كنت أنت لا ترضى بكليتشدار أوغلو فهناك أيضا نائبان مساعدان له يمكنك أن ترشح الصوت ويكون صوتك للشباب وللتغيير. إذن منافسين أردوغان يعتمدون على مبدأ التغيير، يجب أن نغير، كفى أردوغان 20 عاما. وأردوغان يقول أنه إذا كانت هناك إدارة أخرى للدولة سوف ترجع تركيا إلى الخلف 20 عاما أخرى. باقتضاب لو سمحت، في ظل هذه النتائج لبعض الاستطلاعات وكل ما تتحدث عنه، ما المتوقع من الرئيس أردوغان من أجل التأثير على الشارع التركي؟ هو طبعا المتوقع الآن هي الحملات الانتخابية التي تجوب المدن في الفترة القادمة. نحن أمام قرابة 2 أسبوع. كان هناك مؤتمر حاشد أمس عاد به أردوغان بقوة، حيث كان المؤتمر في مدينة إزمير وشهد الآلاف من الحشود التي باركت عودته بعد أزمته الصحية التي أصيب بها خلال أحد اللقاءات التلفزيونية، وكانه يرد بقوة بأنه حاضر. أيضا كان حاضرا في مهرجان تكنوفيست لأعمال الدفاع والفضاء في مطار أتاتورك، كان هناك حضور شعبي كبير. لكن هي كلا الطرفين يردون على بعض بالانتخابات والحشد، وستلعب التصريحات لكلاهما الفترة القادمة في توجيه الناخب التركي. حتى الآن نحن ننتظر النتيجة وسنكون معكم في الحدث بإذن الله. نعم بالطبع سنكون مع كل النتائج وتغطية الانتخابات التركية. أبو بكر إبراهيم أوغلو مراسل 24 نيوز في إسطنبول، شكرا جزيلا لك.